السلام عليكم، واسعد الله اوقاتكم. هنا شوف، يعني غلقوا الطريق اللي تدي بين قالما وبوش الجوف، الطريق الجانبيه فقط. شوف يعني درك هذا مطلب شعبي، مثال يريكلاميو هنا على 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 الحافلات وعلى ملعب جواري والمشاكل هذيك. ولكن تكي تقفل الطريق، ناس جاية من بلاصة بعيدة، وناس رايحة السبيطار، وناس رايحة تخدم، وناس مبكرة، كل واحد وش عنده. انت غالق على من؟ غالق على الدولة ولا على الشعب؟ ياك غالق على الشعب، غالق على خوتك الطريق. ها كيفاش نديرو درك؟ نريحو هنايا وتخيلوا معاه من الدرك الوطني هو ما حلوش الطريق، ها الدرك معاهم وما حلوش الطريق، هيا واش دير؟ والله ما فهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.